السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي وأصدقاتي الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد راح نتكلم به عن برنامج قد يكون مفيد إلى الكثير من عندنا. راح نتكلم بالبداية عن مشكلة ونشوف شنو الحل اللي قدم لنا إياه هذا البرنامج لهذه المشكلة. المشكلة هي أنه كباحثين وطلبة وحتى مهندسين كثير من الأحيان نواجه مشكلة أنه أنت عندك فد رسم بياني معين وتريد تطلع البيانات اللي شكلت هذا الرسم. كمثال على هذا الموضوع أنه عندنا تجربة عملية مثلا منشورة في إحدى البحوث أو في كتاب معين لمخطط ستريس سترين كيرف، ولتجربة عملية سابقة صارت، وهسه أنت كباحث مثلا مسوي فد موديل رياضي حتى تمثل هذه العلاقة بين الإجهاد والانفعال، فتحتاج أنه تستخرج بيانات التجربة العملية اللي مرسوم على شكل ستريس سترين كيرف سابقا، وترسم هذه البيانات بالإضافة إلى البيانات اللي أنت راح تجيبها من الموديل الرياضي، ترسمهم على نفس السكيل بحيث تشوف تقارن بين الاثنين يعني. طيب شلون نقدر نسوي هذا الشيء؟ شلون نقدر إنه نطلع البيانات من الرسم القديم اللي موجود عندنا؟ واحدة من الحلول اللي متوفرة أو الحلول المقترحة إنه أنت تستعمل مسطرة، خصوصا إذا الرسم مالتك تو سكيل، فتستخدم المسطرة واللينير انتربوليشن حتى تستخرج هذه البيانات. شلون؟ مثلا عندك هذا ستريس سترين كيرف، فانت تحتاج على الاقل انه تكون عندك هذه النقاط المرسومه باللون الاحمر حتى تقدر ترسم الكيرف. فانت راح تسقط كل نقطه على احداثيات الاكس اكسس والواي اكسس، خصوصا اذا كان عندك القراءات للستريس وللسترين، وتقدر من عندها تقرا الاكس كوردينيت والواي كوردينيت لكل نقطه، وعلى اساسها هاي البيانات. لكن المشكله انه هذا الحل متعب وغير دقيق في نفس الوقت. حل ثاني ممكن انه يتوفر عندك هو انه انت تراسل الباحث اللي اساسا قام بهذه التجربة واستخرج هذه واللي عنده اساسا هاي البيانات اللي على اساسها صار رسم، واطلب هاي البيانات من عنده. لكن المشكلة انه انت ما ضامن استجابة هذا الباحث للطلب. طيب هالحالة شنو يكون الحل لهاي المشكلة؟ الحل قدم لنا شخص اسمه الدكتور انكيت روهاتكي. هذا الشخص من كان طالب عانى من هذه المشكلة، وأوجد الحل إلها من خلال برنامج سماه ويب بلوت ديجيتايزر. طيب هذا البرنامج ممكن هو يشتغل بطريقة يدوية أو أوتوماتيكية، من خلاله نقدر نستعمله حتى نطلع البيانات لأي رسم بياني موجود عندك على طريقة على شكل صورة. شلون يشتغل هذا؟ تعالوا خلينا نشوف كلنا سوا. إذا رحنا إلى هذا الموقع على الانترنت اسمه ويب بلوت ديجيتايزر، تقدر حضرتك او حضرتك انه مجرد تسوي سيرش بسيط عليه على الجوجل ممكن انه تلقاه، او اني ايضا راح اضيف الرابط مالته في صندوق الوصف لهذا الفيديو. فراح تطلع لنا هذه الهوم بيج مالته، وراح نلقى بيه موجود شرح هنا، وهذا الفيديو كفيل بانه يشرح لك كل الامور اللي انت تحتاجها حول هذا البحث. او ممكن اذا تريد استفاضه اكثر ممكن تروح الى صفحه التوتوريالز، ومن التوتوريالز حاط لك يوزر مانيوال كامل، هو عبارة عن سلسلة فيديوهات لطريقة شرح كيف يعمل هذا البرنامج. لكن أنا اللي يهمني أنه أرجع إلى الهوم مثلا وخلي نشوف شلون تشتغل هاي المسألة. أنا راح أشرح بصورة بسيطة جدا حتى أنطيك مجرد فكرة أولية لعمل هذا البرنامج، وحضرتك إذا حبيت أنه تستفاد من هذا البرنامج ما عليك إلا أنه تشوف التوتوريالز وتشتغل وتجرب وتشوف شو راح يفيدك هذا البرنامج، وأنا متأكد أنه راح يفيد الكثيرين من عندكم. فإحنا بإمكاننا أنه نسوي داونلود لنسخة من هذا البرنامج حسب نظام التشغيل المستعمل والموجود عندك. ممكن يشتغل على الويندوز والماكنتوش، وممكن يشتغل على لينكس أيضا. أو بإمكانك أنه تستعمل هذا الويب براوزر نفسه، يوفر لك إمكانية أنه تستعمل هذا البرنامج بصورة مباشرة، ما تحتاج أنه تنزله، فبقت بكيفك أنت شو اللي يعجبك. فإذا سوينا مثلا لانش لهذا البرنامج حتى نشغله، راح تظهر لنا هذه الواجهة، ومن عندها أنا راح أروح إلى لود إيمج، لأنه على افتراض أنه أنا أساسا عندي الكيرف على شكل صورة، فراح أدور هذا الكيرف وين موجود، وأنا بحالتي هذا موجود الكيرف هنا محضرة مسبقا، وبحالتي هذا هو 2D XY plot. فأقول له align axis. align axis معناها إنه أنا راح أعرف نقطتين على الـ X axis ونقطتين على الـ Y axis كنقاط دلالة، حتى يعرف من خلال هالبرنامج كل نقطة موجودة على الكيرف إيش قد قيمتها بناء على نقاط الدلالة اللي أنا عرفتها بالبداية. فراح أقول له proceed،
وهنا أنا راح أحتاج إنه أحدد النقطة. راح نشوف إنه هاي من أحرك المؤشر هنا بهذا المكان راح يظهر لي بصورة مكبرة لزيادة في الدقة. فأني راح أختار مثلا النقطة الأولى هي 0 0، وأقدر أيضا أستعمل المؤشر مؤشرات اللي موجودة بالكيبورد مالتي حتى أحرك النقطة حتى أضبطها بالمكان المضبوط للإحداثيات. الثانية راح النقطة الثانية راح تكون على 1، راح شوي أحتاج أدنيها إلى اليسار، راح أرجع النقطة الثانية أيضا راح أحطها بالصفر بالنسبة للواي أكسس، وراح أستعمل 1 أيضا بالنسبة للنقطة الثانية على الواي أكسس، وراح أعدلها باستعمال الأسهم مثل ما تشوفون قدامكم هنا. ومن أعتقد أنه أنا أديت عملي بصورة جيدة راح أضغط على كومبليت، ومن كومبليت هنا أنا راح أقول الإكس أكسس النقطة الأولى كانت قيمتها 0 مثل ما تتذكرون، والنقطة الثانية قيمتها 1، فراح أعيف هذه على 1. ممكن أعدلها من هنا إذا أنا مختار نقطة ثانية مثلا هاي نقطة 2، والواي أكسس أيضا أنا اختاريت 0 و1، فراح أتركهن على حالهن. لو كان هذا أحد المحاور، هذا المحور أو هذا المحور أو اثنيناتهم هما مرسومات باللوج سكيل، بمجرد ما أضغط تك هنا وهنا راح يتحول إلى لوج سكيل، فراح أضغط الثاني لأن هنا مو لوج سكيل، راح أعيفهم على حالهم وأضغط أوكي. هسه بمجرد ما إنه أحرك المؤشر مالتي في أي مكان على الرسم البياني، راح أشوف إنه هذني البيانات هنا على الإحداثيات X and Y axis للنقطة مالتي دا يتغيروا. أوكي طيب، مثل ما قلنا إنه هذا البرنامج يشتغل بصورة يدوية وبصورة أوتوماتيكية. يدويا ممكن إنه أختار من المانيوال إكستراكشن at points، فممكن إنه أنا إذا حب أرسم مثلا الكيرف اللي لونه هذا الأزرق الغامق، فراح أحدد النقاط اللي عليه بصورة أوتوماتيكية، هذا وهذه 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 وهذه، هذه النقاط اللي أنا أحتاجها. لكن راح أجي حتى أشوفها بصورة مكبرة إنه هاي ما حطيت النقطة بمكانها الصحيح، فأقدر أسوي لها adjustment. مثلا هذه كلش واضحة، هذه خارج الكيرف الأزرق، فأروح أختار إلى adjust point وأختار هاي النقطة تحول لونها إلى الأخضر، وبالأسهم من جديد أقدر إنها أحطها بالمكان اللي يعجبني يعني اللي أعتبره أكثر دقة. أو ممكن إنه إذا نقطة ما أريدها يعني أحسها زايدة، أقدر إنه بن delete points أضغط هنا وأمسح هذه النقطة. طيب أنا هذه بصورة يدوية، أما بصورة أوتوماتيكية راح أمسح هذين النقاط وأرجع أحاول أرسمهم بصورة أوتوماتيكية. فإنه أروح على هذا Automatic Extraction، وبكل بساطة أختار لون الكيرف اللي أنا أحتاج أرسمه. يعني أنا عندي عدة كيرفات هنا كل واحد بلون مختلف، ممكن إنه أنا أختار مثلا الكيرف اللي لونه سمائي. هسه إذا سوينا هاي العملية راح المفروض يطلع لنا كل النقاط اللي موجودة على هذا الكيرف السمائي، أو ممكن أختار الكيرف اللي لونه أحمر، أو أني بالحالة اللي ذكرت لكم إياها بالبداية أنا راح أختار اللون الأزرق الغامق. طيب بعدين أنزل لي جوا أحدد هاي المسافات دلتا إكس ودلتا واي. كل ما زاد هذا الرقم كل ما قلت عدد النقاط المرسومة على الكيرف، كل ما قل هذا الرقم كل ما زاد عدد النقاط المرسومة على الكيرف. فهسه بمجرد ما أنطيران رسم لي كل هذه النقاط، أكو نقاط زايدة هواية راح أمسحها. شلون أمسحها؟ أمسحها بأنه أروح إلى delete point وأمسح كل هذول بمجرد كليك واحدة. أوكي راح أمسح هذه النقاط، يعني قد هاي المسألة تأخذ وقت، أنا آسف لهذا الشيء، لكن أرجو أنه تتحملوني للفائدة العامة للجميع. لاحظ أنه هنا يعني أكو نوع من عدم الدقة، نتيجة كانت كل هاي النقاط اللي دي نشوفها هنا قدامنا باللون الأحمر واللي هي أكثر من حاجتنا. لكن عموما البرنامج ممكن أنه يفيدنا بصورة ممتازة حسب حاجتنا إحنا. هنا راح أكون شوي حذر لأنه هاي كل النقاط اللي أنا أريدها. أوكي هذا زايد، هذا زايد، هذول زايدين هنا أنا ما أحتاجهم أنا. أمسح هاي النقاط.
شوف حتى اللي موجودات اللون الأزرق اللي بالليجند أيضا حددها هنا، ولياني ما أحتاجه بالرسمات، أنا أحتاج بس النقاط اللي موجودة على هذا الرسم البياني. أوكي، هسه بما إنه أني خلصت فأني يعني هذه حاجتي، ممتاز. هسه هو يقول لي إنه أنا بسوي بروسيسنج. طيب هسه أني أحتاج أشوف البيانات كـ x و y coordinate لهاي النقاط شلون صايرة، فأروح إلى الـ dataset هنا وأختار view data. من أقول view data هذه هي البيانات، هذه الأزواج المرتبة لكل نقطة موجودة على الخط البياني الأزرق، وأقدر إنه أسوي extraction لهذه البيانات، ممكن إنه يعني أسوي لها copy وأسوي لها paste بمكان ثاني، ممكن أسوي لها download مباشرة على شكل ملف امتدادة .csv، أو ممكن إنه أروح إلى graph in plotty. بس أنا اللي راح أسوي إنه راح أحولها إلى Excel file وخليني أفتحها مباشرة. فتشوف هذه البيانات هنا الـ X والـ Y، فإذا أختارهم اثنيناتهم وأروح إلى Insert ومن Charts أختار Scattered، راح يكون هذا الرسم البياني. تقدرون تشوفون إنه أعلى نقطة أقل من 0.8، شوية أزيد من 0.7، وهنا بحدود يمكن 3.2. خلينا نشوفها 3.2 يمكن، يا 3.2.7 something. حتى نتأكد من هذا الموضوع خلينا نسد هذه ونشوف هاي أعلى نقطة هنا، هي بالفعل شوية أزيد من 3.2 وهي 0.7 something، إذا رسمنا دقيق. أتمنى أنه هذا الفيديو فاتكم كثير، وأتمنى أنه تستعملون هذا البرنامج، لأنه أنا متأكد أنه راح يقلل عليكم الكثير من الوقت من الجهد، راح يعطيكم مستوى دقة ممتاز جدا في دراستكم وفي بحوثكم. كل التوفيق للجميع إن شاء الله، وشكرا جزيلا على متابعتكم. مع السلامة.